شاركت جامعة الكبار في الجامعة الأمريكية في معرض خولة فن وثقافة ضمن مهرجان الخط 2022، ورمى المهرجان هذه السنة إلى إبراز موهبة الفنانين المستوحاة من جمالية فن الخط العربي، وذلك في أوتيل أرتوس الجميزي خلال شهر تشرين الأول الجاري. وقد جاء اختيار الفنانين الذين انطلقوا من التوجيهات الأساسية للخط العربي كدليل لهم ليعبروا عنه كل في أسلوبه الفني المميز. وقد حضر المهرجان حشد من الوجوه الفنية وعدد كبير من أعضاء جامعة الكبار، وقد افتتح المعرض بالنشيد الوطني اللبناني. بعد النشيد الوطني كانت كلمة ترحيبية بالحضور ألقتها العضوة في جامعة الكبار مرام قبيسي، ثم جال الحضور في أرجاء المعرض متأملين الفن والإبداع الذي تميز به كل فنان ورسام عربي شارك بلوحاته في المعرض. قبيسي وفي كلماتها أكدت أن كثيرا منا لا يعطي الاهتمام الكافي للخط، خصوصا الخط العربي الذي هو شخصية الإنسان التي تميزه عن غيره. سائلة: إذا كان العالم يتغنى بجمال الخط العربي، فأين نحن من الحفاظ عليه؟